يا اخي الكريم، هذا شويه عصابات وقتل ومجرمين قدامنا. طيب اين هي المؤسسه العسكريه؟ اين هي المؤسسه الامنيه التي قالوا سيعيدونها؟ لا نملك حتى اليوم مؤسسه عسكريه، وهذا الاستاذ عادل رجل يعني في القوات المسلحه ويدرك هذا الامر. انا اذا كان انا مدني ولا وادرك هذا ان ما عندنا جيش، معقوله جيش تهدم مدنك وتقتل ناسك ولا لا، وتحرق وتستعين باجنبي يدمر وطنك ويدمر بلدك ويقصف ابنائك ويقتلهم؟ تي جيش تهدم مجرمين؟ قلتها ولا زلت اقولها الى باذن الله ان يخلني الله، المكان الوحيد لحفتر وقاده ما تسمى ملك الكرامه هو قفص الاتهام داخل المحكمة. لكن في واحد يا دكتور قال ان لولا الحرب على الخوارج لكان الجيش على اسوار الاقصى. نعم هو فعلا كان قواتنا المسلحه متجهه الى الاقصى، لكن الارهابيين هني ممارسة هذا مش هي داعش؟ مش كنا نتفرجوا على واحد يقطعوا في راسه وانقلبت الدنيا ولم تقعد؟ نفس الشيء من هذه نفس الممارسات داعش يعني.